انتشرت في العالم العربي بشكل كبير، اللي هي لعبة انتقام السلاطين. لعبة جدا جبارة وبنفس الوقت ممتعة، وبنفس الوقت اللعبة عربية 100%. وتقدر بنفس اللعبة تكون لك أصدقاء، وغير كذا بدون ما تكون لك أصدقاء تقدر تلعب مع أخوياك والضغط تسوي لكم جيش وتبالون الناس. انتقام السلاطين حصلت على لقب أفضل الألعاب 2016 على جوجل بلاي وعلى أبل ستور. جدا لعبة خرافية وبنفس الوقت ممتعة، وانصحكم فيها أنتم اللي تتابعوني، انصحكم فيها كل أبوكم تلعبون هذه اللعبة. وغير كذا سهلة وتقدر تلعبها بسرعة. المهم انصحكم تحميل اللعبة، جدا اللعبة ممتعة، وتلقون الروابط تحت للآيفون والجالكسي. حبوا اللعبة خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أكرم سليمان من قناة السلام عليكم يا احلى متابعين. اليوم راجعين لكم في مقطع جديد زي ما عودناكم بتحديات غريبة وجديدة. طبعا هذا التحدي تحدي الكيرم. قبل ما نبدا بالحلقه معنا خلينا نعرف نواف سليمان سعود سليمان، معكم ركان. طبعا اليوم التحدي زي ما تشوفون هذه الكيرم، كلعبه قديمه ما حد سواها، قلنا خلينا نسويها. طبعا نظام التحدي راح نحطها مع بعض، اوكي، وكل واحد على الدور، وثلاث دقائق بس نظام التحدي، بس ثلاث دقائق، واذا خلص هذا الدور الثاني. بس بشرح لكم شيء، هذه النقاط. طبعا النقاط هذه اقل شيء 5 نقاط تعتبر، وهذه 10 نقاط، وهذه 50 نقطة، فلازم تدخل اكبر عدد عشان تحسب النقاط اكثر، فهمتوا؟ واقل واحد راح يكون منهزم. هذه 50 نقطة ما في الا واحدة، ما في الا واحدة، وهذه كثير وهذه كثير. فعلى الدور بيكون طبعا قبل ما نبدا بسوي حركة ستوب واعطونا لايك، اوكي؟ 3 2 1 اكشن. حركة ستوب. شكرا لك على اللايك يا وحش. بس قبل ما نبدا بالمقطع، توقعاتك تحت يا وحش، من توقع يفوز؟ اذا توقع نواف حط قلب اصفر. اخضر انت؟ اوكي، نواف قلب اخضر. واذا توقعون انا افوز حطوا قلب احمر. واذا توقعون سعود يفوز اصفر احمر اخضر. حلو. بسم الله، في وقت. يلا مين بعدك؟ انت بعدي. ايوه دخل. يلا يا سلام، دقيق دوري. سجلت سجل. ها يلا دورك سعود. يلا لا خذها حطها مكانك. ايه يلا لا من هنا مكانك انت، هنا هذه جهاتك، بس تحطها باي مكان. انا احطها هنا. انت لفها، يمديك تلفها. هذه جهاتك بس. يلا بسرعة، يلا خذها. يلا خذها، ما في وقت، بسرعة. حلو. يا سلام. لا خذها يا بوي. طلقت. ايه خذها. حلو. يلا. يلا ركان يمديك. بطل ركان. كفو. الليله واضحه ليش ركان ما دخلت. يلا خذ سعود انت، عطوه تشوت. يلا نواف. يلا صح. يلا خذها. يلا حلو بسرعه. يا سلام، اغسل هذين الكم. يلا
واحد احسب واحد بيدخل. لا وين 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 هنا خطك. ما في خلاص راح لك. لا سعد ما غبي. لا لا مو في دورك. دور سعود. يا سعود ركزوا ترى في وقت بسرعه. كفو يا يلا سيبك يلا العب بسرعه. يا عيني اضرب قوة قوة صباعك قوة. يلا يو نوتيفا يو 50 عندكم. انا دو يا طاس عيون سكر عليه. يلا يلا حلو. يلا 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 كان شكله ما يفكك من 50. شو اسوي انت هنا هنا بابا هنا خطك. يلا نواف يبي ياخذها. نواف نواف ياخذها الان. اشوف لا دوري انا صح. يلا خذ دورك. وين طيرها؟ مو دخلت المشكله اصوت لا تو انا. يلا ترى باقي 10 ثواني. 10 ثواني. كبر كبر كبر. اسمع لا بسرعه بسرعه نو يو 50 خلاص خلاص خلاص. دقيقه خلني اشوف حسن. خلاص شكرا لك سعود. الحين 5 و5 يعني 10. يلا نواف خلينا نشوف كم انت. انا اخر واحد. نواف 50 60 70 80 90 وانا 10 20 30 40. عادي 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 عادي. اهم شيء اللي انهزمش اللي هو انا وسعود. نواف والله جعفلنا قبل. لا فوز بعد اليوم لركان. حمله ضد ركان والله بطل. حمله ضد ركان. وطبعا زي ما شفتوا كذا وصلنا لنهايه الحلقه. اللي فاز نواف. مبروك نواف. واضح ان ذاك اللي كذب قلبه ابيض. ابيض قلب اخضر. بين قلبك ابيض. وش وشي؟ بين قلبه ابيض. اقول انت راك انهزمت وانا انهزمت يعني. هارد لك لنا وان شاء الله الجيات ان شاء الله راح نفوز. قبل ما ننهي الحلقه حساباتي تحت في التواصل الاجتماعي. اتمنى انكم تتابعوني وشكرا لكم. حساباتكم كلهم تلقونها انت. شكرا لكم نواف وسعود. شكرا مصورنا حسام. احلى تحيه للمصور. تنقي شمال. لا لا سلام. لا ركب حلقه حسام. Let's go.